تنقل تلفزيون النهار إلى مسقط رأس الفقيد الفريق أحمد جايد صالح في بلدية عين يقود، حيث تسود حالة من الحزن في المنطقة إثر المصاب الجلل. سعيد حريقة رصد بعض تصريحات سكان المنطقة ومشاهدي هذه المنطقة رفقاء درب الفريق جايد صالح رحمه الله. وفصل الفريق جايد صالح خلى أثر كبير في بلدية عين يقود، خلانا مندهشين مغبونين، لا يعلم بنا الا ولا واحد. في جبل ابني، كان في الجبل كان يحارب في الاستعمار. ولكن ما حكموش عليه، ما حكموش. وبعد الاستقلال؟ من بعد الاستقلال طلع رئيس. بقى في العسكر. من بعد انا كنت في العسكر. انا كنت في الجبل، واش كاين؟ كنت في الجبل. وكنت تسمع عليه تعرفوا؟ نعرفوا، هي ابن عمي. ونتيجي خلاص مازال كاين رجال ان شاء الله. ما تراجل، الله يرحمه ويوسع عليه، ولد رجلا عاش رجلا ومات رجلا. حل والجزائر، والله هذه العائله لم تفق، ليست هذه المصيبه لهذه العائله فقط، بل هذه المصيبة لكل الجزائر ولكل الجزائر. ومات متواضع ويقعد ان شاء الله راجل ويقعد. واللي تحته مازال كاين اكثر منه ان شاء الله، ويقعد هو خالد ان شاء الله في التاريخ، وسيشهد التاريخ ان شاء الله يا رب العالمين. ومات راجل. هذا او من قدماء المجاهدين، وراه حضر في المعركة نتاع جبل المليلي، هو من سم كيسقل، ولا هو يوطنا من يوطنا اطلع. واليوم راهو يصلح في البلاد ويصلح في اللمة، وما تربي عليها كله فن، عليها كله فن. ربي يرحمه.